السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفة، تحية طيبة لكم. يوم الخميس 28 من شهر يناير 2021، أهم أخبار ألمانيا. تابعوا الفيديو للأخير، فيه معلومات مهمة وتوقيت كل خبر تجدونه بطبيعة الحال في أول تعليق. الفيديو مقسم لكم أصدقائي كي يكون سهل عليكم تتبع أي خبر ترغبون به. سجلت في 24 ساعة الأخيرة 17553 حالة، توفي أكثر من 900 شخص. جميع الصحف هكذا كتبت، أكثر من 900 شخص توفي في 24 ساعة الأخيرة. هذا أيضا ما أخبرت به مؤسسة روبرت كوخ. بذلك تصل الحالات الإجمالية في ألمانيا إلى 2,183,543 شخصا، شفي من بينهم 1,900,100 شخص، وتوفي 55,038. أيضا لوحظ في ألمانيا خبر إيجابي، هو حالات نقل العدوى نقصت لأول مرة منذ أسابيع أصدقائي. إذا لأول مرة في ألمانيا حالات نقل العدوى أصبحت أقل من 100 حالة لكل 100,000 نسمة، وهذا الأمر بسبب الغلق الذي حصل في ألمانيا، يعني لم تعد هناك أمور تؤدي إلى نقل العدوى بشكل سريع. أيضا وصل خبر بخصوص المدارس في مقاطعة غاينلاند بفالس والمدارس بمقاطعة بادن فيوتنبرغ. قامت المقاطعتين مع بعض بتأجيل قرار إعادة فتح المدارس مدة معينة. السبب هو ظهور وانتشار كورونا في أحد روض للأطفال بمقاطعة بادن فيوتنبرغ، مما أدى إلى أن مقاطعة بادن فيوتنبرغ تؤجل القرار ومقاطعة غاينلاند فالس تؤجل القرار. كما قلت لكم، قرار الخاص بالمدارس قرار يخص المقاطعات، وكل مقاطعة هي من تقرر في هذا الأمر. لذلك سيكون هناك اختلاف كبير الآن في جميع أرجاء ألمانيا، لأنه ممكن في مناطق المدارس مفتوحة أو يعملون نصف دوام أو يعملون تقسيم للفصل وفيكسل أونتغيشت. اكتبوا لنا أصدقائي ما هي المدينة التي تعيشون فيها والمقاطعة في أول تعليق، واكتبوا لنا هل عندكم المدارس مفتوحة وكيف يتم التعامل مع الأمر. سوف ننتقل الآن إلى موضوع مهم يهم عدد كبير من الأصدقاء. كثير من الدول يغلقون حدودهم ومجالهم الجوي بسبب انتشار النوع الجديد المتطور لكورونا الذي ظهر أول مرة في بريطانيا. دولة النرويج ودولة فنلندا يغلقون حدودهم على باقي العالم. أيضا الصحافة الألمانية تتابع الأمر أصدقائي، وقالت بأن وزير الداخلية يعد مخططا جديدا سوف يخفض به عدد الطائرات وأيضا عدد المسافرين عبر المطارات. والأمر المهم هو ممكن وإمكانية منع السفر وغلق الحدود مع بعض الدول التي تنتشر فيها أو ينتشر فيها النوع الجديد لكورونا. هذا اليوم أيضا السيد وزير الداخلية زيهوفا عمل مؤتمرا صحفيا وتكلم فيه أيضا على الأمر، وقال بأنه فعلا وزارة الداخلية تخطط لغلق حدودها ومنع الطيران مع بعض الدول. ركزوا معي أصدقائي، هذه النقطة مهمة، لأنه صراحة أنا في هذه القناة لا أنشر إشاعات ولا تخمينات التي تؤدي إلى نشر الرعب، أنشر فقط ما أتأكد منه. اسمعوني جيدا أرجوكم، ماذا قال وزير الداخلية؟ وزير الداخلية قال بأنه يفكر في البداية بغلق الحدود مع أو منع الطيران مع هذه الدول التي سأذكرها لكم: بريطانيا، جنوب أفريقيا، البرازيل والبرتغال. يعني هذه الدول ركز عليها السيد وزير الداخلية، وهذه هي الدول الأولى التي يمكن أن يتم غلق الحدود معهم أو منع الطيران معهم. لكن قال وزير الداخلية بأنه مع الوقت
إذا تطورت الحالات في دول أخرى سوف تلجأ ألمانيا أيضا إلى غلق مجال الطيران مع تلك الدول أصدقائي. السبب هو أنه عدم رغبة ألمانيا في أن المسافرين يسافرون ويجلبون الوباء إلى ألمانيا. إذا أصدقائي، وقال وزير الداخلية، وركزوا معي لأنه كثير من الناس خافوا من هذه النقطة، قال وزير الداخلية: حتى إذا غلقنا المجال الجوي أو الطيران مع أحد الدول، سوف دائما نسمح بدخول المواطنين الألمان، يعني كل من يحمل الجنسية الألمانية سوف يدخل، من عنده إقامة في ألمانيا، من عنده سكن في ألمانيا، وبغوف سبيندلا من يعمل أيضا أصدقائي يعني بين الحدود، والدبلوماسيين سوف يسمح لهم بطبيعة الحال بالدخول، فقط من عنده فيزا سياحية لألمانيا أو زيارة إلى آخره، هذا الأمر لن يتم قبوله. هذا ما عرضه وزير الداخلية، وهذه فقط هي الدول التي ذكرها أصدقائي. المعارضة غاضبة، يعني المعارضة الألمانية، حزب الاف دي بي في المعارضة هو حزب ليبرالي، السيد شتيفان تومائي قال: هذا الأمر الذي قاله وزير الداخلية يظهر أن الحكومة الألمانية فشلت في تدبير التطور الوبائي في ألمانيا. وقال: كورونا والنوع الجديد لكورونا خطير جدا، لكن هذا لا يعني بأننا في حرب، يعني مسألة غلق الحدود. وقال: بدل غلق المطارات والحدود، اكثروا من إمكانية عمل فحوص سريعة تكون بالحدود والمطارات لتفادي الغلق. إذن هذه هي الدول التي ذكرتها لكم سابقا، ما قال وزير الداخلية يفكر في البداية أن يغلقوا معها مجال الطيران: بريطانيا، جنوب إفريقيا، البرازيل والبرتغال أصدقائي. قال: يمكن أن تزداد لها دول. ماذا عن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط؟ لحد الساعة لم يذكرها. نعرف فقط أن هناك بعض الدول عالمية لائحة فيها 25 دولة تقريبا، من بينها 5 دول في منطقتنا أصدقائي يتم التشديد معهم عند الدخول، يعني القادمين من هذه 5 دول حاليا يجب أن يسجلوا نفسهم في موقع ألماني للدخول إلى ألمانيا، يذهب إلى وزارة الصحة ويجب أن يحضروا معهم فحصا سلبيا. الدول هي لبنان، فلسطين، مصر، إيران، الإمارات. إذا كنتم من هذه الدول وترغبون بالدخول إلى ألمانيا، يلزمكم فحص سلبي تحضروه معكم، وأيضا أصدقائي تتسجلون في الموقع وتدخلون إلى الحجر الصحي، وتكون مراقبة كبيرة عند الدخول من هذه الدول. ماذا عن باقي الدول التي لم نذكرها؟ بالنسبة لدول المغرب الكبير، لحد الساعة لم يتكلموا عنها: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، موريتانيا. ماذا عن دول أخرى في الشرق الأوسط؟ العراق، سوريا، الأردن، لم يتكلموا عنها. ماذا عن الدول الخليجية الأخرى؟ السعودية، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، قطر، لم يتكلموا عنها. ماذا بالنسبة لدولنا الأخرى؟ مثلا السودان، اليمن، الصومال، إريتريا وتركيا، لم يتكلموا عنها. لكن الدول التي لم يتكلموا عنها، معروف الإجراءات، من يرغب بالدخول إلى ألمانيا معروف بأنه إما يحضر معه فحص سلبي لكورونا، يتسجل أيضا في الموقع المعروف، موقع الدخول إلى ألمانيا، وعندما يدخل الشخص يدخل في حجر صحي. إذا لم يحضر معه حجر صحي، هذا معروف، لازم الواحد يدخل إلى حجر صحي، وأيضا إذا لم يحضر معه الشخص فحص مثلا من دولته، يعمل في غضون 48 ساعة فحصا أصدقائي. أتابع الموضوع، إذا كان هناك جديد سوف أنشره لكم بسرعة في القناة من مصادر موثوقة دون زيادة ونقصان أو دون تخويف أو ترهيب، بكل صدق وأمانة. سنمر إلى موضوع آخر: الحكم على قاتل سياسي ألماني بالسجن المؤبد أصدقائي. يعني على الأقل سوف يبقى 15 سنة هذا القاتل، هذا الإرهابي، هو يميني متطرف، اسمه شتيفان
ألماني الجنسية، قام بقتل سياسي ألماني اسمه لوبكي، وهذا السياسي كان سياسي نشط بمقاطعة هسن، وهذا السياسي كان جالسا في بيته في بلكونة البيت، وجاء الإرهابي شتيفان الذي أطلق عليه النار وقتله. السبب هو أن السياسي الألماني السيد لوبكي طيب القلب، وكان له مواقف جد طيبة في الدفاع على قضايا الأجانب واللاجئين، وكانت له مواقف قوية في هذا الأمر. أيضا هذا القاتل المجرم الإرهابي شتيفان سبق له أن حاول قتل لاجئ عراقي سنة 2016، يعني ذهب للهجوم على لاجئ عراقي بالسكين وضربه يعني وطعنه بطعنات خطيرة للغاية. الحمد لله أن اللاجئ والأخ العراقي لم يموت، لكن كانت عنده إصابات خطيرة في ذلك الوقت. نتمنى أن يكون الآن الحمد لله قد شفي من هذه الجروح، رغم أن الصدمة النفسية تظل دعني طول العمر. سلامات سلامات سلامات. سنمر الآن إلى مواضيع سريعة. وافق وزير الصحة الألماني على عمل قمة للقاح يشارك فيها جميع رؤساء المقاطعات الألمانية ورؤساء شركات اللقاح من أجل التحاور كيف يمكن التعامل مع هذا الوباء، وكيف يمكن إيجاد حلول من أجل إيجاد شركات كبيرة للقاح وتوفير كميات كبيرة للقاح في ألمانيا. آخر خبر تتكلم عنه الصحافة الألمانية باستغراب، وهو أنه مصاب بكورونا، كان في مستشفى مدينة ماينس. ربما لم يعجبه الأكل بالمستشفى، كان هناك يعالج من كورونا، فهرب من المستشفى وخرج من المستشفى وركب بالقطار وتوجه إلى السوبر ماركت من أجل التسوق وشراء بعض الأغراض للأكل. غامر بحياة الناس رغم معرفته بأنه مصاب بكورونا وأنه يمكن أن يعرض حياة الآخرين للخطر. عندما وصل إلى محطة القطار بعد ذلك أحس بالتعب وطلب من موظفي القطار في الزيشهايت، قال لهم: أنا متعب، أنا مريض، أحتاج إلى أدوية، عندي كورونا، أرجعوني إلى المستشفى. اتصلوا بالشرطة وبعد ذلك تم أخذه مجددا إلى المستشفى، وتم غلق السوبر ماركت وإرسال الناس إلى الحجر الصحي، وسوف تتم الآن متابعته قانونيا، ومهدد بغرامة مالية كبيرة لأنه لم يحترم البقاء في المستشفى وخروج رغم إصابته بكورونا، ويمكن أن يتسبب بنقل وباء، ونعرف بأن هذا الوباء يسبب للدولة الألمانية خسائر مالية كبيرة، لذلك يمكن تغريمه غرامات كبيرة. أصدقائي، آخر موضوع هو من البرازيل. تستغرب الصحافة الألمانية من الشواطئ البرازيلية الممتلئة بالناس. نعرف الآن بأنه في البرازيل يوجد فصل الصيف، لأنها بجنوب الكرة الأرضية وجنوب الكرة الأرضية عندهم الآن الصيف، نحن عندنا الشتاء. عندما يكون عندنا نحن الصيف هم يكون عندهم الشتاء. الشواطئ البرازيلية ممتلئة للغاية، وخصوصا شهدوا شواطئ مدينة ريو دي جانيرو تصل الحرارة الآن إلى 34 درجة. لا أحد يهتم للأمر الخاص بكورونا، رغم أن البرازيل منقسمة بين مؤيد يعني مؤيد للبس الكمامة، عمل قوانين تحافظ على سلامة الناس بسبب امتلاء المستشفيات في البرازيل، ارتفاع حالات الوفيات هناك، وأيضا بين من لا يصدق كورونا ويقول كورونا لا توجد أو كورونا هو فقط زكام عادي مثل الرئيس البرازيلي، وأيضا من مؤيدي الرئيس البرازيلي. أيضا الرئيس البرازيلي سبق له أن أصيب بكورونا وشفي أيضا، ورفض الرئيس البرازيلي شراء لقاح لكورونا للبرازيل بسبب أنه قال اللقاح غالي الثمن وشركات اللقاح تطلب ثمنا كبيرا، لذلك لن أشتري اللقاح. لذلك الصحافة الألمانية نشرت على ما يحصل من البرازيل من امتلاء كبير للمستشفيات وامتلاء كبير أيضا للشواطئ. كانت هذه أهم أخبار ألمانيا والعالم. شكرا لكم، والسلام عليكم، إلى اللقاء.